انا هضرنا على النقطه اللي تهمني انايا في الجانب الرياضي هو القاعه المغطاه على ذاك القاره الجبائي ديال 300 درهم، وبالتالي انا كان عندي التساؤل ديالي هو حول واش الفرق اللي كتمثل القنيطره حتى هي غتعفى او لا تخلص، وبالتالي كان هذا الاقتراح بانه باش تعفى لانه سي نورمال هي كتلعب تحت لواء الجامعه. والنقطه الاخرى اللي ربما كان فيها تصويت وصوت انا بوحدي اللي كنت صوت ضد، ماشي ضد هذا المهرجان باش يكون، ولكن كنت ضد بانه في هذا المهرجان هذا ديال الفواكه الحمراء كان تم دابا بانه غادي يجيو بعض الفنانه، وبالتالي كان تم اقصاء كبير قدو قداش ديال الفنانه في قنيطره. واش معنا ما عندناش فنانه؟ حشومه حرام، لانه حنايا بحال اللي كنزيدوا نرسخوا بان بالفعل انتم اللي كاينين، حنا في قنيطره ما كاينش. عطيت انا كمثال، الى كانت قنيطره معروفه بالهيط راه كاين فريد القنيطري، كاين عندنا الشاب جمال الشرعي اللي عنده واحد السيت طويل ربما اللي كيتكرم او كيخدم في مجموعه ديال المدن في قنيطره، وبالتالي هنا في المدينه ديالو ما غاديش يكون حاضر. كاينه فاطمه حداد اللي ربما في الفن المنحون هي دابا الان شاركت في ثلاثه ديال التظاهرات او المهرجانات كبيره في المغرب. كاين مجموعه ديال الاسماء لانه حاجب ديالنا حنا ديال قنيطره في الفن ديال قنيطره ديال ربما البنت اللي معروفه كفيروز ديال المغرب حتى هي. اذا مجموعه الاسماء اللي تم الاقصاء ديالهم، وهذا هو اللي خلاني انا ابرر بانه التصويت ديالي كان ضد هذا، وبالتالي ولا سيما بانه كاين مساهمه ديال المجلس ب 50 مليون، 50 مليون مرة ماشي سهله. لا غير 50، لا 50 مليون 50 مليون 50 مليون، لانه كانت مساهمات اكثر ديال الفلاحه او الجهات الاخرى، ولكن على الاقل ملي غادي نساهموا غير يكون واحد التذكير بانه حنا راه عندنا فنان في قنيطره. هذا هو اللي وليداتنا ممكن يخدموا معنا مباريع يعني اقل من هذا بيان سور، لانه جايبين انا ما نذكرش الاسماء، لانه الا جمعنا هاد الفنانين كاملين، لانه هو كولد قنيطره او كبنت قنيطره ربما هو غادي يضحي. كاين جوج بنيتات ديال الاخ عبيه ادريس، راه تسمعي لهم كتسمعي فيروز تغمضي عينك راه تحفه. كاين ربما انا خصني حتى نشوف هنايا كاين الغيوان هذوك الدراري اللي ربما غير كتشوف فيهم كتشوفي ذاك الحنين ديال الغيوان. كاين مجموعه الاسماء في قنيطره حرام بانها ما تكونش والله.